نعم إذا مشاهدينا وصلنا إلى آخر فقرات هذا اليوم، ولكن هنالك حديث أيضا عن قطاع الأسماك، والذي يعد من القطاعات المهمة والواعدة، له دور فاعل ويمكن أن يسهم في اقتصاد البلاد وفي مجالات التنمية الاجتماعية على نطاق السودان والعالم، يمكن أن يلعب دور كذلك كبير جدا على في مستوى رفع التغذية للمواطن السوداني والإسهام في برامج محاربة الفقر. يعني عندنا موارد، كيف نعمل على الإنتاج والإنتاجية، كيف نعمل على تطويره توطينه، كيف نعمل على أنه يعني نديها يعني نعطيها بعض من المساحات. للحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا داخل الأستوديو دكتورة نعمات عبد الرحمن من مركز أبحاث الأسماك. دكتورة مرحب بك، مساك سعيد، منورانا. بارك الله فيك، مرحب بكم ومرحب بكل مشاهدي قناة أم درمان الفضائية. مرحبا بك دكتورة نعمات. وبداية يعني عن حنتحدث عن الأسماك وعن الثروة السمكية كذلك، لكن في البداية عايزين نعرف أنواع الأسماك الموجودة في السودان. بسم الله صلى الله عليه سيدنا محمد. السودان معروف أنه قطر تتوفر فيه كل مقومات أو مصادر الأسماك. عندنا نهر النيل وروافده كمصدر لأسماك المياه العذبة، وعندنا ساحل البحر الأحمر مصدر للأسماك البحرية. أصداف، يعني لما أقول أسماك ما أقصد الأسماك الزعنفية، لكن كل الكائنات الحية التي تعيش داخل الماء، سواء كانت في المياه العذبة أو المياه المالحة. عندنا أصداف، وعندنا خيار البحر، وعندنا نباتات وأعشاب وطحالب بحرية، دي كلها بالإضافة للأسماك الزعنفية وجمبري وقشريات، يعني كل الخيرات الموجودة في البحار متوفرة عندنا وموجودة، ربنا حبانا بها في السودان. هناك بعض المصادر اللي ذكرتيها، منها نهر النيل والروافد ويعني ساحل البحر الأحمر، لكن هناك بالتأكيد يعني مصادر أخرى، يعني لو تعرفنا عليها بالتفصيل عشان نسهل للمشاهد معرفة هذه المصادر الكبيرة، وكيف يمكن أن يساهم قطاع الأسماك في رفع الغبن وهذا يعني وضع الاقتصاد السيء عن السودان. يعني تقصد يعني غير المصادر؟ نعم. الأنهار نعم والبحار. عندنا القطاع الثاني اللي هو الاستزراع السمكي. الاستزراع السمكي هو خارج المسطحات المائية الطبيعية، أو تربية الأسماك في غير مواطنها الطبيعية، مع توفير كل الظروف الملائمة والتي تحتاجها الأسماك للنمو. قطاع الاستزراع السمكي هو قطاع في كل العالم، قطاع واعد وقطاع يعتمد عليه في كمصدر للبروتين الحيواني لغذاء الإنسان. والأسماك بصورة عامة هي الأفضل يعني في البروتين الحيواني المعروف، صحيح، لأنها سهلة الهضم، وتوجد في كثير منها الأحماض الأمينية الحرة التي يمتصها الجسم مباشرة بعد تناول الوجبة. زاد الوعي دكتورة كثيرا هذه الأيام بأهمية الأسماك بالنسبة للإنسان، يعني مفايده الكثيرة يعني نلقاها منتشرة. أي نعم، زاد الوعي كثيرا، يعني في كثير من الناس يعني في السودان في الماضي يعني كان استهلاك الأسماك غير مرغوب، لكن الوعي زاد، والدليل على ذلك أنه الأسماك الموجودة في الأسواق أو كل المنتج من الأسماك سواء كان من المصادر الطبيعية أو من الاستزراع السمكي يستهلك، يعني لا يوجد في الأسواق، يوجد شح، وما زال يعني السوق يستوعب الكثير. ما هي دكتورة أشكال الاستزراع السمكي التي ذكرتيها خاصة في السودان؟ الاستزراع السمكي عنده أنماط كثيرة أو ثلاثة أنواع رئيسية. في الاستزراع السمكي الانتشاري اللي هو حجز الأسماك في المسطحات المائية الكبيرة، يتم حجزها ورعايتها، يعني لا يتم إضافة أعلاف، ده يسمى بالانتشاري أو الواسع، مثلا بحيرة أو تردة توجد في المناطق البعيدة، يتم حجز الأسماك لفترة معينة وبعد ذلك يتم حصادها وبيعها في الأسواق. نمط ثاني من الاستزراع السمكي شبه المكثف. شبه المكثف هذا يعتمد على الغذاء الطبيعي ويضاف إليه أعلاف في التربية للمربي، وهذا تكون في مساحات محدودة أو شوية تحت الكنترول أو تحت التحكم الإنسان. اللي هي الأسماك بتتناول الغذاء الطبيعي الموجود في المسطح المائي أو في البحيرة أو في الترعة كمصدر البروتين، ويضاف إليها المكمل الغذائي الآخر من كربوهيدراتات ومصادر للدهون وفيتامينات، دي بتضاف للعليقة أو أعلاف الأسماك. نعم. ودي بتاخد فترة أطول حتى تصل حجم التسويق أو مرحلة التسويق. نوعين هما أشكال الاستزراع السمكي؟ ثلاثة. النوع الثالث اللي هو الاستزراع السمكي المكثف. المكثف. المكثف هذا يتم فيه
تغذية الأسماك بعلاف اصطناعية، تغذية تامة، يعني تعتمد على هذا العلف كمصدر للبروتين والكربوهيدرات والدهون والفيتامينز، ولأنه بديه عليقة متكاملة للنمو، يعني كل فيها كل مكونات الغذاء اللازمة للنمو. النمو الأسماك. أيوة. طيب دكتورة نعمتي، موجودة وين الاستزراع السمكي في السودان؟ منتشر في كل ولايات السودان تقريبا، يعني في وعي بقى ودخل القطاع الخاص بصورة كبيرة في الاستزراع السمكي بكل أنماطه. في كل ولايات السودان؟ في كل ولايات السودان، وفي الخرطوم طبعا منتشر أكثر لأنه قريب من المركز وقريب من المستشارين، مثلا مركز بحوث الأسماك والإدارة العامة للأسماك والإدارات الأسماك في الولايات المختلفة. أيهما أفضل؟ من حيث الجودة ومن حيث الخروج بإنتاج متكامل للسوق، أيهما أفضل من الأنواع الثلاثة؟ كلهم ممكن نقول أفضل، لكن بالنسبة للمنتج الذي يهدف إلى الربحية النظام المكثف. المكثف نعم. لكن هو مكلف ومكلف جدا، لكن العائد فيه أفضل، وفي دورة الإنتاج بتكون قصيرة من 6 إلى 9 شهور. النوع شبه المكثف ممكن يكون من 9 شهور لسنة وشوية. أما الانتشاري فهذا غير محدود الوقت، يعني بياخد وقت أطول لأنه أنا ما بضيف له أي غذاء، معتمد على الغذاء الطبيعي الموجود في المسطح المائي. طيب دكتورة نعمت، لو حدثتين عن الجوانب العلمية والبحثية المتعلقة بالأسماك ومدى تطورها. يعني مركز بحوث الأسماك أنشئ منذ القدم، يعني من العام 1953 كان الهدف منه حفظ الأسماك بعد حفر قناة جونجلي. الأسماك كانت معرضة للانقراض ومهددة بالانقراض، وحفظ الأنواع كان تم إنشاء مركز بحوث الأسماك في الشجرة والمزرعة، وتم جلب الأنواع حتى يتم حفظ النوع من الانقراض، وبعد ذلك تطور المركز وأصبح له بحوث كثيرة. والاستزراع السمكي، لما نتكلم عن الاستزراع السمكي عندنا خاصة في السودان، إحنا بنعتمد على الاستزراع السمكي في المياه العذبة، في يوجد استزراع بحري. الاستزراع السمكي في المياه العذبة في نوعين محددين من الأسماك اللي بيتم استخدامها. عندنا سمكة البلطي وعندنا سمكة القرموط، بين السمكتين اللي هم مستخدمين في الاستزراع السمكي. أستاذة لو سمحتي سؤالك. يعني مدى تطور الأبحاث العلمية والبحثية؟ الأبحاث العلمية اللي هي طبعا الاستزراع السمكي، لما أقول الاستزراع السمكي بيحتاج إلى أعلاف، أعلاف صناعة الأعلاف في تربية الأسماك هي الجزء الأكبر الذي يعول عليه، اللي تكلفته 70% تقريبا من الانتاج. اذا وفرت علف جيد فكون محتاجه ل 70% من الانتاج لاعلاف. بعد ذلك تاتي الاداره الجيده للاستزراع السمكي والتحكم في الماء، وفي توجد ظروف معينه يجب توفرها في حوض تربيه الاسماك. وعندنا ايضا شيء عامل محدد اخر او ثاني بعد الاعلاف اللي هو البذور نفسها، الأسماك الصغيرة التي أستخدمها في الاستزراع يجب أن تكون ذات نوعية جيدة مقاومة للأمراض، متحملة للتذبذبات البيئية في الماء، وتكون المصادر الجينية جيدة، تستطيع أن تقاوم وتنمو في فترة قصيرة. أيضا الجانب الآخر اللي هو الاستثمار في 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 هذا المجال عموما، اي مجال في السودان لدينا فيه كبيره او مجموعه كبيره او لدينا فيه ثروه، نحتاج ايضا الاستثمار فيه، اين الاستثمار من مجال السمك؟ الاستزراع السمكي هو مجال واسع للاستثمار، يعني مجال جيد للاستثمار، يمكن الاستثمار فيه ويؤتى وكله، خاصه احنا في السودان الانتاج عندنا من المصادر الطبيعيه تقريبا قل كثير، لأن إحنا معتمدين على المصادر الطبيعية. كل العالم بيعتمد على الاستزراع السمكي، يعني اللي هو بيكون حفظ المسطحات المائية وما موجود في المسطحات المائية لأجيال المستقبل، لذلك لجأ كل العالم للاستزراع السمكي، حفظ المسطحات المائية والحفاظ عليها وحفظ التوازن البيئي، وأيضا تزايد عدد السكان، يعني في انفجار سكاني في العالم، فيجب أن يتوفر بروتين حيواني، والبروتين الحيواني الأسهل والأفضل هو الأسماك. في استثمار في السودان والمجال مفتوح للاستثمار كثير، يعني وهو مجال مربح، لكن يجب على المربي اتباع وسائل محددة أو طرق صحيحة حتى لا يقع في الفقدان أو الخسارة. جميل. دكتورة نعمات عبد الرحمن من مركز أبحاث الأسماك، سعيدين بوجودك معنا في فنجان قهوة، والكنترول بيسأل إنه ما جبت لنا معك أسماك. عندنا سؤال مهم، كيف يمكن أن يساهم قطاع الأسماك في إحداث نقلة حقيقية
للاقتصاد السوداني؟ أول حاجة ممكن نقول مصدر للبروتين الحيواني، إذا تحول عدد كبير من السكان وتوفرت كمية كافية من الأسماك حيعتمد الناس على الأسماك، تناول الأسماك بالإضافة إلى اللحوم الأخرى، اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. في التصدير مثلا؟ عندنا في السودان ما عندنا تصدير، لأنه ما عندنا إنتاج كافي، إحنا إنتاجنا حتى الآن. طيب لماذا لم يفكر مركز الأبحاث في هذا الموضوع بالتحديد يعني؟ نحن نفكر يعني في خطط مستقبلية؟ في خطط مستقبلية أكيد، لأنه إحنا ننتج بذور جيدة. وسؤالي قبل كنت قلت لي الأبحاث اللي هي في مجال العلف، عند الأبحاث يعني منذ القدم، يعني منذ الخمسينات مركز بحوث الأسماك يقوم بدوره في الأبحاث، في أبحاث تحسين البذور، تحسين الأعلاف اللي هو طبعا أعلاف باستخدام المواد المحلية الموجودة عندنا، لأن قلنا مكلفة، يجب البحث عن البدائل الموجودة ومتوفرة عندنا في السودان لصناعة أعلاف جيدة، وأيضا البحوث أيضا في مجال أمراض الأسماك، مكافحة الأمراض والإدارة الجيدة، وتوفير الغذاء الطبيعي وكيفية إكسار الغذاء الطبيعي للأسماك. وحتى في عندنا بحوث في ما بعد الحصاد، يعني في أنواع من الأسماك غير مرغوبة للاستهلاك البشري مباشرة أو غير مرغوبة للمستهلك، زي مثلا أسماك الفسيخ اللي هي أسماك الدرجة الثالثة. أيوة، لا يتم استهلاكها لكن تصنع. دكتورة، يعني بالرجوع إلى يعني الأبحاث اللي خاصة بمكافحة الأمراض، يعني تلوث النهر والبحر الذي نشاهده يوميا يعني والعالم يتحدث عنه، يعني كيف أسهم مركز أبحاث الأسماك في الحد من هذا التلوث ورؤيته ويعني تضرر الأسماك ومن ثم المواطن نفسه يعني؟ لا، تلوث الماء يعني ما هو دور مركز بحوث الأسماك لوحده، في وزارات أخرى وإدارات أخرى هي معنية بتلوث المياه، مثلا هيئة مياه. باعتبار أنه مركز متخصص في أبحاث الأسماك، هل هنالك شراكات في تفعيل هذا الدور، أوراق علمية تقدم أو هكذا؟ في أوراق علمية تقدم، أيوة، في مجال البيئة، إصحاح البيئة. يعني عندنا لما نقول دارين نقوم بعملية استزراع سمكي، في استزراع سمكي للأقفاص العايمة في الماء، يعني مركز بحوث الأسماك بيقدم الاستشارات. صحيح. كيف يمكن أن تقام هذه الصناعة أو هذه الأحواض دون تلوث الماء؟ بيأتي المستثمر ويأخذ استشارة كاملة حتى نحافظ على جودة المياه وعدم تلوثها، يعني بيكون في طرق معينة استخدام الأعلاف، وفي مساحات معينة وفي مسافات محددة المفروض تقام فيها الأقفاص. وحتى المزارع الأسماك يجب أن تكون في منطقة والتخلص من الفائض، لأن مزارع الأسماك لا يجب أن يصب في منابع النيل أو في مياه شرب الإنسان. صحيح. يجب أن تكون في مناطق بعيدة حتى يتم الحفاظ على جودة المياه، وفي أبحاث كثيرة في جودة المياه، يعني حتى مش حتى بالنسبة للإنسان، هي بالنسبة لنا الأسماك نفسها لا تستطيع أن تنمو بشكل أفضل أو لا نستطيع الاستثمار بشكل أفضل في مياه ملوثة. أيضا مركز أبحاث الأسماك دكتورة نعمات يهتم أيضا بالصناعات التحويلية المرتبطة بالأسماك، لو أخذنا نبذة منك عنها. مثلا صناعة الأسماك اللي قلنا، زي مثلا صناعة الفسيخ والكجيك، الأسماك المجففة، دي كلها صناعات تحويلية، وأيضا الصناعات الأخرى زي مثلا صناعة برجر وحضب، كلها من الأسماك يعني كلها يعني صناعات في أبحاث تعملت فيها كثير. فبنتمنى إنه في شركات اللحوم يعني تتبناها وتجي تنفذها، راح تكون إن شاء الله لها مردود كبير في. أنا مؤخرا شايفة في ناس اتجهوا يعني بيجوا يميلوا أكثر لأقاشي سمك، دي أكتر حاجة بقت موجودة الآن والناس متقبلات، طبعا بجانب الفسيخ والتونة والسردين وكل الأسماك الآن انتشرت مطاعم منتجعات الأسماك بصورة كبيرة. دكتورة نعمات عبد الرحمن، من 53 إلى الآن أنشئ مركز أبحاث الأسماك، برأيك يعني ما هي المعوقات التي تقف في طريق هذا المركز لكي يكون يعني لديه دراسات أخرى ويسهم في اقتصاد البلاد من قطاع السمك؟ يعني أول حاجة التمويل، تمويل. يعني التمويل مشاكل السودان والعالم، يعني لا يوجد تمويل كافي لإجراء البحوث العلمية،
يعني في بحوث علمية بتحتاج لحتى أجهزة متطورة جدا. صح. يعني نحن نفتقد هذه الأجهزة المتطورة للقيام بالبحث. هو تابع لوزارة الثروة الحيوانية. تفتقدون التمويل. التمويل. ماذا تريدون؟ رسالة نوجهها الآن على شاشة أم درمان. التمويل الكافي والتدريب، التدريب حتى التدريب الخارجي والتعاون الخارجي ما بين الباحثين الموجودين في مركز بحوث الأسماك وفي قطاع الأسماك بصورة عامة والجهات الخارجية، لأن اتطورت ومشت كثير. يعني إحنا في نقول شنو الموليكولر بيولوجي ده إحنا ما عندنا خالص في الأسماك في السودان، مع إنه كل العالم اتجه له. اتجه له. أيوة. إن شاء الله. دكتور نعمات شكرا لكم، سعيدين بوجودك معنا اليوم في فنجان قهوة للحديث أيضا عن مركز أبحاث الأسماك وتطور هذا القطاع. شكرا لك على المعلومات التي أفدتنا بها وكذلك المشاهدين. شكرا لك. الله يبارك.